لا حاجة بعد اليوم للعتالة ومأساة جهدهم الكبير، فالروبوتات ستحل مكانه. قصتنا اليوم يا سادة عن الروبوت البشري إيرجو كاب من معهد التكنولوجيا الإيطالي IIT. صمم الروبوت للتفاعل المريح مع البشر والقيام بجميع الأعمال الثقيلة والخطيرة على العاملين البشريين. يبلغ طوله 150 سنتيمتر أي 4 أقدام و9 بوصات، ويزن حوالي 56 كيلوغراما. وعلى الرغم من حجمه الصغير لكنه قوي وصلب بما يكفي لتنفيذ المهام الصعبة والتعاونية مع العمال. وهذا الروبوت المعروض في لندن تم التحكم به عن بعد من مختبرات جنوى الإيطالية لتبيان قوة هذا الجانب. يدي الروبوت محسنتان لحمل الأحمال الثقيلة، ووجهه يحتوي على شاشة OLED مرنة تمنحه تفاعلات أكثر تعبيراً، وهو مجهز بكاميرا لرؤية العمق بالإضافة إلى تقنية الاستشعار عن بعد لدار التي تستخدم ضوء الليزر. وكل هذا يرتبط بالذكاء الصناعي الذي تمكنه من اكتشاف متى ينوي شخص ما إعطائه شيئاً، وتمكنه التقاط الأشياء وبياناتها. المشروع هو تعاون بين IIT وإينال، المعهد الإيطالي الوطني للتأمين ضد حوادث العمال، والذي يهدف إلى حماية العاملين من الإصابات العضلية والأمراض المهنية.